وزير كوحوغينكا او قاف تيارمها الدينتا حلبان صالح شريف سيدكي ايامان توفت علماءه او كامني الشيخ عامر آسف اقبال او دا شدالك باكستان كان مده علمده اقوى وين عالمك دوان نكي مد عاصمة دالك انكريسكي لندن اسلامركاس نكسو عدا حارون دا دعوة دينت اسلامك ايامان تا وزير كسو دوويي وزارة او قاف تيارمها الدينتا اساقو نشيقي وفتيجي سكرمير كسو مري قيبها ايكا كوبان تاهي وزارة دا وحان اقو هورين كوبتا كلمات سودوين كجيدي وزير كوحوغينكا اوقاف تيارمها دينتا حلوان صالح شريف سيدكي مانتا وحا شرف انه ان حرونت وزارة اوقاف تيارمها دينتا جمهوري فدرالك صوماليا انكو سودوينو علم بريها بمرتكوه صوماليا وكسعوت مركز الدعوة الاسلامية وحرونت ايتها باكستان يو انجلترا مركا وحا شرف انه إن علم داس أو شيخ عامر عاصف إقبال وهو جاي من أي وبريح يكون سكنة الصومالية يعني كسر دوين حرمت وزارة أوقاف تيري مهدينت وحن لنا الشيخ سودو ودن كذا الله بعد كسر دوو ودن بقولي بقول مسلم به بتكيس أهل السنة والجماعة يهين أو مذهب تودا شافعي تاي كسر دوو هذا أوفر حسن هاي علماء عالم الإسلام يعني شعب بغضان الصومالية كوزارة وقفت لما الدين تمرر بوحان غاقو أن علماء عالم الإسلام يعني كسو دوين الصومالية سي دعوة إيا دين الإسلام كله دردر قريو إسكاشيغ أمضاء الإسلام كله حوجيو قف والبو قيبها قاتلة وحان لنا هاي آده يقوم هسيني هاي وشي آده الأوقوه رأيو مرك علماء إن ودنك لبرا أي مادان وناقص محل اللغة الشيكية ورجينينا الشيخ سولو شغي وحوك سعودة مركز لها مركز الدعوة الإسلامية مركز إلى سديتن كو ودن أي حرون كلية هاي إن شاء الله وحان رجينينا صومالينا كان سديتن اللوات إنا يكفر دونان أو سي محل لها وحبر الشد إيو أقون قالمين تأقون تأيو دعوة إيو مساجد إيو مدارس القرآن كيف يعني وقعتان سيد أي نقطة سين محل لاي منشورات خض قيام بدنك شقيان مرك كسر هذا الصومالي إن شاء الله وحرجين نقول خير برواقة إن شاء الله أنت صومالي جوكتين نوت كجوجا كسر دوا هذا حرونت وزارة دي الصومالي جودهان إن شاء الله ميلو بقى جوكتين صومالي كمدة رحم كده لاينا وزارة دهان إن إذا نفضوا دينه وحول بهول والدعوة قصاب سن إن شاء الله سؤال هذا سيدو قال كلمات كوزير كدب وحاكوبت كلمات ما حد علنا كجيدي شيخ عامر آسف إقبال استغانا وقدم بين كوبت كهالي قدوميها كلها سارع علماء الصوماليات شيخ آدن معالي سقو الحمد لله عز وجل it's a great honor and pleasure to be here الحمد لله in the Ministry of for Religious Affairs الحمد لله with شيخ صالح شريف سيد علي ما شاء الله أدبان أقو فرح سنهاي إنا هلكان لجوغو شيخ صالح شريف waqo mahsantahay ina halkan maanta aan ku kulanno anigu ma talayo markasu tacwo islaami wadankaana waa wadan qurxoon runtii waana maqla jir yaraantaydi markii aan joogay UK in wadankan dadka ku nool ee jecel yihiin diinta islaamka alxamdulillah waa ku faraxsanahay ina maanta boqdo madrasooyin iyo jaamacado badan oo diinta islaamka lagu barto wadankan waa wadan quruxsan wadankan sida diinta looga jecel yahay insha Allah إلهي كره وقاده وحن ما دعينا يا سيد كينا وزير كينا شيخ صالح شريف صالح شريف سيد علي وانتي مانتا سي كالي لابا لوغو سو دوي ان غوب تا دان فردنا او حفيسكي سي حفيسكي وزارة ده اي وزارة دي ودن او سي وزيجر انو سو دوي سيانو ما دعينا يا وحن كو شغين انو احرم دا صوماليات bayaankii iyo baaqii iyo higsigii dawladda Soomaaliyeed ay bishii Janaayo 2023 bishii Janaayo 2023 ay soo saartay oo ah dawladda ee diinkeeda mideysan inay ku shaqeyno caalamkan uga turjumno waxaana tusaale iyo dhaqaaq aan bilownay aad ka garan kartiin bishii May 3-deedina sheekhi jeelka ah ee caalamka ah sheekh Qudum oo lagu soo dhaweeyay sheekh Aun shaqo lagu qadum oo lagu soo dhaweeyay dalka wasaaraduna ay horseed ka ahayd
islamaantana mar labaad waxaan keenay markii dacwada islaamiga oo kamid maraakiista xarakada dacwada islaamka ugu caansan caalamka ka wada sheekh wakiilka ahaan keenay oo ayana u diyaaray inay ka qayb qaataan marka waxaan rajaynaynaa culimada soomaaliyeed oo dhanna inay dowrkaas u wada istaagaan caalamka islaamina aan gaarsiino soomaaliya dowladdeeda iyo dadkeeda iyo dalkeedaba inay diyaar u tahay in diinta islaamka iyo dacwadeeda ay maanta heshay dowlad iyo diin mid ah oo ay gacmahaysaysta sidaasaana ku wada shaqayn doonaa mar labaad iyo mar saddexaad anuu ku hadlaya magaca golaha sare culimada soomaaliyeed iyo dhammaan culimaa udiinka soomaaliyeed magacooda anuu ku hadlaya waxaan uga mahad celinayaa wasaaradda sida ay albaabada ugu furtay culimada caalamka si wadajir loo wada shaqeeyo caalamka islaamiga oo dhanna uu midnimo ku shaqeeyo sidii ilaahay buu amray waxtasimu bixabdillaahi jamiican. Intaas kadib wafdiga uu hogaaminaya sheekh caamir ayaa indhaindhayn ku tegay xarumaha lagu barto qeybaha kala duwan ee shareecada islaamka kuwaas oo kale ah markaskii weynaa ee allaa u naxariistay caalimkii weynaa sheekh cali muumin oo ahaa caalim cumrigiisa ku bixiyey fidintii uu khidmaanta diinta islaamka sidoo kalena wuxuu booqday sheekh caamir markaska sheekh cali cabdulle. Sadaam cabdulle siyaad, telefishin qaranka soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.